لا تقول انك صرت مدينة العاب مائية قبل ما تتزحلق داخل ثعبان ضخم وتصيد ربعك بمدافع الماي وتغوص وتكتشف الكنز المفقود وتصير السينما بملابس السباحة وتتزلج على موجة كبيرة وتجرب أكبر ووتر كوستر في المنطقة وتنقز من فوق جبل وتدخل سباق من 6 مسارات وتتحدى ربعك في القصر الكبير وتجرب أكثر من 40 لعبة وقتها بس تقدر تقول إنك صرت مدينة ألعاب مائية ياس ووتر وورلد الماي لعبتنا.